فيفيد يا سلام على هذا الأداء. مسيطر بطريقة رائعة. تايسون استخدم الوال ويند بطريقة حلوة، عمل بيتش فيها يو. يا سلام تحزب اليو. الآن في عنا ليفل 6 يعني نوعا ما أوه. الآن نفتح الألتي إغنايت من فيفيد. لسه في عنا فلاش. أوه لو فيفيد، النصر لفيفيد في هذا الجيم. فيفيد بجيم كلوز جدا. جي جي صراحة، اثنين أبدعوا. يا سلام اول الالتي على السريع. يا سلام الاي، ولكن لسه دبليو جاز، لسه دبليو جاز عند بوبي. فيفيد ما راح يخاطر. كان راح يحسم اللعب اذا دخل فيفيد في هاي اللقطه الماضيه. ايجنايت ممكن تشوف عندنا انا الفيرست بلاد. نروح لمين؟ لفيفيد. 1-0 لفيفيد. فيفيد الاسطوري. الآن ما في ابيليتيات. يا سلام والكيو عملها مس. اوه عمل مس الالتي. لا راح يسال الالتي في فيفيد. فيفيد حط الاجنايت على وديدي. الف مبروك فيفيد، بيرش على النهائي. عودة حميدة لفيفيد الى البطولات. وجي جي هارد لك على الوش. ستريت او كان اجنايت والت دبليو. اوكي المكبيعنا اي التي وتبعنا. الهي على 1-0. جي جي 1-0 لفيفيد. اوكي التريد يا جماعه. فيفيد كل بما انه ضرب التبليو ممكن يعمل التريد. نعم الان عمل التريد الصحيح، عمل الكيوت الاولى. عمل الدرج بالاي واي فلاش. يا سلام 2-0 يا الهي. 2-0 لفيفيد. الاداء رائع جدا يا جماعه. حيلو لما يسحر في دفن الستري قد ما اول شيء قدام. ما ضرب فيك. مفاجأة. 3-0 جي جي. فيفيد ألف مبروك، فاز عنا بالبطولة رقم 8. لاعب فيفيد رجع لساحة القتالات، رجع لساحة البطولات 1v1، ورجع لها بوين على السريع.